برحب بحضراتكم مرة تانية. شبابنا الواعد من خريجي الجامعات، احنا يمكن الفترة دي بنستضيف على مدار حلقات من البرنامج عدد من الشباب من حديثي التخرج من الجامعات، بنستعرض معاهم مشاريع التخرج بتاعتهم. مشاريع التخرج دي بتبقى أوراق بحثية بتجرى تحت إشراف أساتذة متخصصين، فبالتالي بيكون فيها أحيانا حلول وابتكارات علمية مبنية على أساس علمي. هدفنا من ده إن احنا نقدم هؤلاء الشباب كنماذج ملهمة لأقرانهم، سواء اللي موجودين في الكليات في سنوات دراسية أولية أو الآخرين اللي بيستعدوا للالتحاق بهذه الكليات. مشاريع التخرج بتاعة الشباب يمكن لو خدت فرصة في الظهور تكون بتمثل إضافة مهمة جدا لو ألقينا عليها الضوء. النهاردة معانا طالب من جامعة القاهرة العريقة ومن إحدى كلياتها المرموقة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية. برحب بيك معانا محمد فوزي، خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة. أنت لسه حديث التخرج يعني طازة السنة دي 2021. بالظبط. أهلا بيك يا محمد، صباح الخير، منورني. بنور حضرتك. ميرسي. طبعا يا محمد، زي ما قلنا المشروع التخرج ده بيكون ورقة بحثية أنت بتعملها، تطلبها منك الكلية علشان تحصل على الشهادة النهائية، يعني هو شرط من شروط تخرجك. المشروع التخرج أنت بتختار موضوعه ولا بيبقى فيه توجيه من أساتذتك؟ هو في الحقيقة مشروع التخرج زي أي مادة من الكلية، هو شرط من شروط التخرج، يعني انا مش هينفع اتخرج من غير ما اعمل مشروع التخرج ده. وانا بظن ان دي حاجه مهمه جدا بالذات لطالب في كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، لان المفروض المستقبل او الكارير بتاعنا بعد التخرج هو بالاساس بيعتمد على الابحاث. فانا لو مش عارف اعمل بحث فيعني خلاص يعني، فهو مشروع التخرج ده بيمثل النجاح بتاعي في التخرج او الحصول على البكالوريوس. هو المفروض ان مشروع التخرج انت بتستعرض فيه او الكليه عايزه تستبين من خلاله مدى استفادتك خلال سنوات الدراسه، صح كده؟ مظبوط. فهو التحصيل الحاصل بتاع المعلومات بتاعتي اللي انا حصلتها طول الاربع سنين، والجزء الثاني من البحث بيتناول ان ازاي قادر اقدم الموضوع بتاعي. يعني انا مش بس بعمل اسلوب العرض يعني. اسلوب العرض. انا مش بس بعرف اعمل البحث، لكن انا بعرف اقدم البحث بطريقه منظمه ممكن ان احنا نستخدمها. مثلا على سبيل المثال لو انا اشتغلت في مكان شركه او مكان فيه الناس اللي بتصنع السياسات، فلازم ان المشروع التخرج ده معروض، يكون معروض باسلوب ان الناس تعرف تقراه. وهو في الحقيقه الموضوع بشكل رئيسي احنا بنكون المجموعات بتاعتنا في قسم اقتصاد بالتحديد، يعني بتتكون ما بين 4 لـ5 طلاب. الطلاب بيتشاوروا بينهم وبين بعض احنا حابين ايه مشروع التخرج يكون بتاعنا، وبناء عليه الكلية بتحدد المشرف على مشروع التخرج، وهو دكتور يعني من دكاترة الكلية بيساعدنا في المشروع بتاعنا. يعني انتوا كمجموعة بتقعدوا مع بعض وبتبدأوا تحددوا او بتختاروا موضوع معين هيبقى هو ده مشروع التخرج بتاعكم، يعني مش فردي، يعني هو عمل جماعي شوية. بالظبط. هو بيبقى على حسب القسم. قسم اقتصاد احنا ما بين 4 لـ5 طلاب، وده يمكن يرجع لعدد القسم الكبير شوية، لكن طلبة قسم السياسة مثلا ممكن يبقى حوالي طالب او طالبين. والمشرف اللي بتحدده الكليه بناء على الموضوع اللي احنا بنختاره. كليه اقتصاد وعلوم سياسيه هي زي ما انت بتقول طبعا قسمين، قسم اقتصاد وقسم سياسه، بيبدا يتحدد من سنه ثانيه. وفي قسم ثالث، في قسم احصاء. احنا عندنا كليتنا فيها 3 تخصصات رئيسيه اللي هو الاقتصاد والاحصاء والعلوم السياسيه. وفي تخصصات فرعيه، فدي برضو حاجه مميزه شويه، مش عارف بصراحه لو موجوده في اي كليه تانية، لكن احنا عندنا تخصصات فرعيه بتساعدنا في التخصصات الرئيسيه اللي احنا واخدينها. مهم جدا ده، في النهايه هيخليك انت دقيق جدا في دراستك، يعني متخصص اكتر من انها تبقى دراسه شموليه. يمكن في سنه اولى بتاخدوا الدراسه بشكل عام علشان تبدا انت تحدد انت عايز انهي قسم تدخل من سنه تانية. طب انت اخترت قسم اقتصاد ليه؟ هو في الحقيقة احنا بنبدأ نحدد التخصص من سنة تانية. وانا نوعا ما، انا اصلا قبل ما ادخل الكلية كنت بحب الارقام شوية. لان انا كنت دارس انا كنت يعني دبلومة بريطانية، فلما كنت بدرس حبيت المادة بتاعت المحاسبة والمادة بتاعت ادارة اعمال، فقلت ايه المادة اللي ممكن تكون نوعا ما ليها علاقة بالمحاسبة وادارة اعمال. هي طبعا واقعيا ملهاش علاقة قوي، بس ايه المادة اللي قريبة منهم وفي نفس الوقت تسمح لي ان انا اكون موجود في مكان
اغير حاجه في المستقبل بعد ما اشتغل. فلقيت هي كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه هي اللي فيها الحاجات دي. جميل جدا ان انت تختار دراستك تكون مواكبه لمهاراتك انت، ويعني انت شاطر في ايه فتبدا تدور انت عايز تدرس ايه. في النهايه طبعا النتيجه هتكون لصالحك اكيد وهتكون اضافه. طب مظبوط. كلمني بقى عن موضوع المشروع بتاعك. هو في الحقيقة انا المشروع بتاعي بيتكلم عن الشمول المالي، يعني بيركز اكتر عن وضع الشباب في الشمول المالي. طيب هو ايه الشمول المالي ده؟ خلينا نعرف الاول. أيوة. هو يعني جاي من اسمه الشمول المالي ده، ان احنا بنشمل كل الناس اللي بره القطاع المصرفي في القطاع، القطاع المصرفي بالظبط. فانا لو عندي مثلا حد ما عندهوش حساب في البنك او بيستعمل الكاش او يعني المعاملات الورقية في حياته اليومية او باي شكل من الاشكال مش جوه القطاع المصرفي، فانا بحاول ادخله في القطاع المصرفي. طيب ده هيفيد في ايه او انا هيهمني في ايه كمثلا كدوله مصريه؟ ده انا اكتشفت او مش اكتشفت، يعني من خلال البحث لقيت ان طبقا لبيان طالع من اتحاد الصناعات المصريه ان في 40% من ناتج الانتاج المحلي بتاع الدولة المصرية بيروح للقطاع الغير مصرفي. يعني 40% من الناتج مش بيدخل من جوه النمو الاقتصادي. فانا يعني ده مش بيكون اضافه للناتج المحلي في النهايه. بالظبط. بيروح فين؟ هو بيبقى بره القطاع المصرفي بصفه عامه لعده اسباب. يعني هو ممكن يكون مثلا انا عامل عربيه بتاعت اكل، فالعربيه بتاعت الاكل دي لما بقف فيها في الشارع او كده ده مفيش اي مش حاجه تثبت ان هو موجود، ترخيص او سجل تجاري او سجل ضريبي، ففي النهايه انت بتشتغل الدولة ما تعرفش عن شغلك ده حاجة. بالظبط بالظبط. وفي نفس الوقت مثلا المهن الحرة اللي هي مثلا الدروس الخصوصية وغيره وحاجات زي كده، دي كلها من مجموع الإنتاج اللي بيتم في الدولة. ما هو يعني هو الإنتاج بيتم عن طريق إن هو يقدم خدمة أو منتج. صحيح. طيب أما هو بيقدم الخدمة أو المنتج ده وده مش متسجل، فده هيخش إزاي في النمو الاقتصادي بتاع الدولة؟ أيوه. يعني الهدف من الشمول المالي انك تدخل كل المواطنين في التعامل المصرفي بشكل او باخر، بحيث في النهايه انت برضو كدوله يبقى عندك قاعده بيانات برضو لكل المواطنين. وده اكيد بيكون لي يا محمد يعني دور كبير جدا لو في واجهتنا ازمه اقتصاديه من اي نوع، ان الدوله تكون على علم بكل ما يدخل. يعني ده مهم طبعا. بالظبط. وانا دي نقطه كنت حابب اقولها، ان الشمول المالي بيساعد في ان انا لما مثلا باجي افتح حساب في البنك، فالبنك من الطبيعي ان هو يسالني الفلوس دي جايه منين. فده بيخلينا نحط ايدينا على نقطه مهمه، ان انا بقيت عارف اتتبع مصادر الاموال دي جايه منين، عشان ما الاقيش ان في فلوس مثلا رايحه لتمويل الارهاب. صحيح. انا عارف فلوس كلها رايحه منين وجايه منين. بس دلوقتي انا لو رايحه افتح حساب في البنك هيقول لي الفلوس اللي انت بتحطيها بتوضعيها دي جايه منين؟ لان لسبب وحيد، انا مش طبيعي ان انا اجيب مبلغ مثلا مليون جنيه. بتتكلم على الملايين الكبيره بقى الضخمه جدا. يعني هو مثلا يعني هو كل المبالغ اللي احنا بنحطها. لا لا لا. البسيطه دي مش هيسالنا. هو كطلاب طبعا يعني او كمثلا كناس سنهم صغير، على الاغلب الضامن بيبقى الوالد او الوالده، فكده كده الفلوس هتبقى جايه عن طريقهم. صحيح. ولكن للناس اللي هو يعني انا مثلا عديت ال 30 سنه او ايا كان، يعني انا مش قادر احدد سن محدد، بس هو للناس اللي بتحط مبالغ وليكن نص مليون جنيه او اكتر. أيوه. مش طبيعي ان هو يكون جايبها الا عن طريق شغل، فهو بس يجيب اثبات ان هو شغال في مكان معين. الا لو كده الفلوس جت منين. عايزين كمان هنا نشير لمبادرات البنك المركزي لدعم الشمول المالي برضو، انه كان مؤخرا في مبادره من البنك المركزي بان كل الشباب ممن هم يبلغون 16 عاما من العمر من حقهم ان هم يفتحوا حساب بنكي وبدون كمان حد ادنى. طيب هو في الحقيقه المجهودات لتحسين وضع الشمول المالي دي مش بتبقى على البنك المركزي بس، لا ده في هيئات اقتصاديه ووزارات تانية مثلا زي وزاره الماليه وعده وزارات اخرى بتشارك في الموضوع ده لتحسين من عمليه الشمول المالي في مصر. كان في مبادره جيده جدا مبادره البنك المركزي، ان هو الناس اللي هم ما بين 16 ل 21 سنه يفتحوا حسابات لكن بشروط خاصه. الشروط الخاصه دي بتبقى موجوده عشان ما يبقاش عليهم مثلا مسؤوليه قانونيه تجاه المعاملات البنكيه. يعني مثلا على سبيل المثال انا لو فتحت حساب فوق ال 21 سنه فانا ببقى مسؤول ادفع زي مقابل خدمه البنك بيقدمها لي.
فانا لما ببقى في السن المحدد او في المبادره بتاعه البنك المركزي اللي هي الرسوم الاداريه او الرسوم الاداريه صحيح. وغيره تمام. فانا لما ببقى في السن بتاع 16 ل 21 سنه فده بيتيح لي الفرصه ان انا يبقى عندي حساب في البنك بدون مصاريف اداريه وتيسيرات، وفي بعض البرامج شفتها كانت بتقدمها البنوك يعني ان هو بيعملوا كروت خصم مباشر وكروت ائتمانيه. أيوة. بتبقى فيها بقى الحاجات اللي الشباب بيحبوها، ويعني بيبقى فيها رسومات وحاجات زي كده مش زي العاديه. وزائد ان بيبقى فيه مثلا نقط وبرامج ومكافئات للشباب دول عشان يشجعوهم ان هم يدخلوا في المنظومه بتاعه القطاع المصرفي. جميل من جدا. سن صغير. طب نرجع بقى لمشروع التخرج بتاعك، وانت كنت بتتكلم فيه عن الشمول المالي، كلمني بشكل اكثر تفصيلا يعني. طيب هو الحقيقه المشروع بتاعي تناول جانبين، جانب العرض وجانب الطلب. جانب الطلب ده بيبقى الجانب اللي هو بيبقى ليه علاقه بالمواطن او المستهلك المصري. جانب العرض ده هو اللي بيعرض الخدمات الماليه او المنتجات الماليه، وده بيتمثل في البنك المركزي، البنوك التجاريه بصفه عامه، والوزارات. تمام. انا بدات ادرس في القطاع في جانب العرض، اشوف ايه المجهودات اللي تمت في الموضوع ده، فلقيت ان في عده مبادرات كانت موجوده. على سبيل المثال تم انشاء مجلس قومي للمدفوعات في 2017 لتشجيع يعني المدفوعات الالكترونيه. في وزاره الماليه في 2017 في مايو اطلقت قانون اللي هو ميكنه كل المعاملات النقديه الحكوميه، بمعنى ان انا دلوقتي لو رايح اجدد الرخصه بتاعه العربيه، انا من حقي ان انا لو دخلت وحده التراخيص بتاعه المرور بلاقي ان في ماكينه بتاعه دفع بتسمح لي ان انا ادفع عن طريق بطاقه الخصم المباشر او البطاقه الائتمانيه. طيب ده هيفيد في ايه؟ يعني انا هستفاد ايه؟ ده يعني الهدف اصلا من الشمول المالي هو ان يتم تقديم الخدمات الماليه بحد ادنى من التكلفه، باقل تكلفه ممكنه. أيوة. وان احنا نقلل من المخاطر. فانا لو بجدد رخصه عربيتي مثلا، انا يعني واحد شيك شويه معايا عربيه 4x4، فهيبقى وانا بجدد الترخيص بتاعي هيبقى ثمن التجديد هيبقى كذا الف. طب انا مش عايز امشي بكذا الف دول في جيبي واتعرض للمخاطر، اعمل ايه؟ انا بكل بساطه بدفع بالكارت بطاقه الخصم المباشر او البطاقه الائتمانيه. ده من جانب العرض. من جانب الطلب لقيت ان في بعض المبادرات زي ان مثلا لقيت ان يعني عملت يعني زي استبيان كده للطلاب، ولقيت ان الطلاب دول عندهم المبادئ بتاعه الاميه الماليه وقادرين ان هم يتكلموا. انا اسفه محمد، انا مضطر اقطع معاك الحوار لان دلوقتي هنروح استوديو الاخبار، بعد كده هنرجع نكمل حوارنا معاك. برحب بحضراتكم مره ثانيه وبنستأنف حوارنا مع ضيفنا في الاستوديو محمد فوزي، خريج كليه اقتصاد وعلوم سياسيه. برحب بيك مره ثانيه يا محمد. كنا بنتكلم قبل الموجز عن مشروع تخرجك والمحاور اللي بيشملها هذا المشروع، كنت بتكلمني عن الشمول المالي ووقفنا عند نقطه العرض والطلب. اتفضل كمل. مظبوط. احنا كنا بنتكلم على جانب العرض في الاول. فجانب العرض ده زي ما قلنا هو اللي بيتناول المجهودات بتاعت البنوك والبنك المركزي والوزارات المختلفه والهيئات لتقديم المنتجات والخدمات الماليه. تمام. فكان في زي ما قلنا برضو عده مبادرات اتخذت، يعني مثلا زي انشاء مجلس قومي للمدفوعات وغيرها. في برضو مبادرات تانية زي اطلاق اول شبكه مدفوعات الكترونيه مصريه اللي هي ميزه. ايوه. دي اطلقت برضو كجزء من تيسير عمليه الشمول المالي. فاصبح عندي دلوقتي كل دي تيسيرات من الدوله علشان موضوع الشمول المالي يكون اكثر يعني يسرا وسهوله على المواطنين. مظبوط. وبشكل ما بتدخل القطاعات اللي كانت بره القطاع المصرفي. على سبيل المثال الناس اللي المفروض بتاخد المعاشات بتاعتها بقت دلوقتي تتحول لها على كروت ميزه برضو. ميزه او الكروت البريد. أيوه. كجزء من جهود الدوله في تحقيق الشمول المالي، بدل ما كانت الناس دي بتاخد المعاشات عن طريق الكاش. تمام. وكان في جهود تانية برضو هي ما كانتش مختصه قوي بالقطاع المالي. على سبيل المثال في فتره كورونا وزاره الاتصالات خدت مبادره جميله جدا جدا، كانت ان كل عميل بيدفع فاتوره الانترنت عن طريق الاونلاين بيحصل على زي مكافاه 100 جيجا. أيوة. على سعه الاستهلاك شهريا،
كمحفز ليه ان هو يستمر في الدفع الالكتروني او الدفع الاونلاين، خصوصا في الظروف اللي كنا بنمر بيها زي ظروف كورونا. صحيح، فكنا محتاجين نحد من استهلاك الكاش. كل دي طبعا حوافز الغرض منها هو الدفع فعلا لاستخدام البنوك والكروت مدفوعه يعني مسبوقه الدفع مقدما، علشان ده مش بس بيكون في سرعه في الانجاز، ايضا بيسهل كتير جدا على الناس، بدل ما يروحوا يقفوا في طوابير، لا بمجرد ان هو يروح لمكنه الصراف الالي بيبدا يتعامل، بيبدا يدفع فواتيره، بيبدا يسحب فلوسه، مدفوعات كلها. انت متوقع بقى بالنسبه للشمول المالي محمد الفتره الجايه ممكن يوصل لفين؟ ممكن يعني خلاص يشمل كل مناحي الحياة في مصر خلال فترة قصيرة؟ الحقيقة احنا بعد ما تناولنا جانب العرض، فكان هدفنا الأساسي هو التركيز على جانب الطلب اللي هو بيعتمد على المواطن المصري نفسه وبالأخص الشباب. طيب انا بعد ما بقى عندي البنية التحتية والتكنولوجية المناسبة وبقى عندي تيسيرات من جانب الدولة المصرية متمثلة في الوزارات وفي البنك المركزي، ليه لسه عندي حوالي في 33% فقط من المواطنين المصريين جوه القطاع المصرفي والباقي بره القطاع المصرفي؟ فكان لازم ان احنا نتناول جانب الطلب. فايه اللي عملناه؟ احنا عملنا استبيان. الاستبيان ده بيقيس ثانية واحدة، هم ال 33% دول كانوا مين؟ كانوا الموظفين العاملين في الدولة مثلا؟ لا، ال 33% ده بيشمل كل المواطنين المصريين اللي هم جوه القطاع المصرفي، فده يشمل العاملين في الدولة، الناس اللي في القطاع الخاص، ممكن كمان المصريين اللي عايشين في الخارج وفتحوا حسابات جوه البنوك المصريه. أيوه. فدي بتشمل اي حد جوه القطاع المصرفي. تمام، فازاي عندي 33% فقط جوه القطاع المصرفي؟ نسبة وده قليلة طبقا أوي. ده طبقا للاحصائيات بتاعت الداتابيس بتاعت البنك الدولي اللي هي فيندكس. انت بتتكلم الاحصائيات دي اخر ايه يعني، سنه دي كام؟ 2017. 2017 كانت طبعا الاحصائيه 33، دي اكيد اجدد زادت واحده. دلوقتي. دي اجدد واحده المفروض، او اجدد احصائيه اتعملت، ولكن انا من رايي الشخصي يعني طبعا بعد ما شفت ان اغلب المبادرات الحكوميه اللي اتخذت كانت من بعد 2017 وخصوصا في فتره كورونا، كان في محفزات اخرى للدخول للقطاع المصرفي وعده مبادرات اخرى بقى اللي هي المشاريع الناشئه. يعني انت متوقع انه لو حصل احصائيه تانية الفتره دي لعدد المتعاملين داخل القطاع المصرفي اكيد هتعدي النسبه دي بكتير. مظبوط مظبوط. انا توقعي كده. وعشان ادرس الموضوع ده رحنا خدنا جانب الطلب وبدانا ان احنا نعمل استبيان لخريجين وطلبه جامعه القاهره، وبدانا نسالهم عن محتاجين نعرف ايه مدى الاميه الماليه بتاعتهم او معرفتهم بالمصطلحات المالية. جميل. فده اتقسم لثلاث مؤشرات، أول واحد هو المعرفة المالية، تاني واحد السلوك المالي، وثالث واحد التصرفات المالية. فالثلاث مؤشرات دول كلهم على بعض كانوا بيجمعوا لي المؤشر واحد اللي بنسميه المعرفة أو الأمية المالية، أو أيوه. يعني إن هم عارفين بالوضع المالي. ده طبعا في شريحة الشباب فقط. عملت الاستبيان بره الجامعة ولا جوه الجامعة بس؟ لا، احنا كان فترة كورونا، فكانت يعني عملناه اونلاين، مثلا يعني ما جاتلناش فرصة ان احنا ننزل في الجامعة، فبدأنا ان احنا نسأل الطلبة اللي حابب يتطوع معانا ويعمل الاستبيان ده. تمام. فبصفة عامة عملنا زي درجات للأسئلة دي. على سبيل المثال المعرفة المالية مثلا كنا بنسألهم سؤال، لو أنا حطيت النهاردة 1000 جنيه في البنك بعد 5 سنين هيجولي قد إيه لو الفايدة 10%؟ فكنا المفروض الإجابة الطبيعية مثلا، أو بعد سنة، فالإجابة الطبيعية المفروض يكون أكتر من 1100 لسبب واحد، إن أنا الفايدة دي بتنزل لي كل شهر، فأنا مثلا فبتزود المبلغ الأصلي. بالظبط، فبتزود المبلغ الأصلي. فهي أسئلة من السياق ده. ومجموع الدرجات بتاعهم 21. فلقينا إن الشباب المصريين المعدل بتاع الدرجات اللي جابوه حوالي 16.75 من 21، في حين ان مجموعه جي 20 لما عملت الاستبيان ده كان المعدل بتاعهم 13.25 من 21. ده احنا اعلى بكتير. فاحنا اعلى بكتير. فدي كانت مفاجاه بالنسبه لي، لان انا في اغلب الاحيان كنت بسمع انه لا احنا محتاجين نعمل تثقيف للشباب ونعرفهم بالخدمات الماليه وغيره. فانا لقيت ان هو المبادئ الماليه في حد ذاتها موجوده عند الشباب، ولكن كان لازم نحلل برضو ايه العائق، يعني برضو في عائق المفروض يبقى موجود. وده عملناه عن طريق ان احنا سالنا سؤال واحد وهو بطريقه مباشره،
ايه هو العائق ان انت تفتح حساب في البنك او ان انت تبقى من ضمن عمليه الشمول المالي. ايوه. وبناخد الاجابه بتاعته دي وبندخلها في برنامج بيعتمد على الذكاء الاصطناعي، بيشوف اكتر سبب اتكرر لدى الطلاب وبيعرضه علينا. فكان في ثلاث اسباب طلعوا لنا، واحد منهم ان هم ما عندهمش زي ما نقول مبالغ انها يعني يقدر يحطها في البنك، المبلغ بيبقى صغير، وده سببه بسيط قوي ان احنا الثقافه المصريه عندنا ان الشاب بيشتغل بعد ما يعدي سن الجامعه وسن الجيش، ما بينزلش قوي، بيشتغل في فتره الكليه، فبتلاقيه ان هو ما عندهوش مدخرات يقدر ان هو يحطها في البنك. والسبب الثاني كان ان الشباب مش عارفين انه في ايه انواع الخدمات الماليه والمنتجات اللي بتقدمها البنوك، لان انا بكل بساطه عندي حوالي حاجه و30 او حاجه 40 بنك، فانا اختار انهي واحد فيهم، انا محتاج ان انا ابقى ملم بالمعلومات. صحيح. دي محمد، انا في النهايه عايز اسالك سؤال كده واضح وصريح، انت بعد التخرج طبعا خلاص خرجت، هتشتغل في نفس المجال؟ انا بطمح الحقيقه ان انا اشتغل في مجال ليه علاقه بالفاينانشال سيستم او يعني هتستفيد طبعا من دراستك، لان في شباب في الفتره دي يمكن بيتخرجوا ما بيشتغلوش في نفس مجال دراستهم، طبعا سوق العمل بقى مفتوح، بقى في شباب بيتجهوا يبقى عندهم مشاريع خاصه ممكن تكون بعيده خالص عن المجال. كل تمنياتي ليك بالتوفيق يا محمد فوزي الطالب النابغ من كليه الاقتصاد والعلوم السياسيه، نورتني النهارده وشرفتني في هذا اللقاء. شكرا جزيلا يا محمد. شكرا.